بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما أتكلم اسمحوا لي أن أنا أطلب منكم أن احنا نقف جميعا عشان نوجه تحية. مش هنقف حداد ولا حاجة، لكن عشان نقف بعد إذنكم نوجه تحية لكل شهداء مصر، لكل شهداء مصر. أنا مش هقول شهداء مصر مين، الجيش ولا الشرطة ولا الشعب، لكن هقول كل شهداء مصر. بنقف عشان نقول لأهليهم الأم اللي فقدت والزوجة اللي فقدت والابن والابنة اللي فقدت، احنا والله ما ناسينكم، احنا فاكرينكم كويس ومش هننساكم أبدا. احنا موجودين هنا بدم أبنائكم، احنا مش ناسيين ده. دي أول إشارة. الإشارة الثانية، أنا عايز أوجه تحية لشعب مصر كله، لكل المصريين. اسمحوا لي إن احنا نوجه لهم، لكل المصريين التحية بعد إذنكم. يعني اتفضلوا استريحوا. مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار الجليل عدل منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، الأخوة والأخوات، أبناء الشعب المصري العظيم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بأسماء آيات التقدير والعرفان للسيد المستشار الجليل عدل منصور. على ما قدمه من عمل وطني عظيم، فلقد أنجزتم يا سيادة المستشار الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة المستقبل، مستقبل شعب مصر على الوجه الأكمل. وأنني بدوري أعاهدكم وأعاهد الشعب المصري بأنني سأسهر على احترام السلطة التنفيذية بكافة نصوص دستورنا هذا، كما أعهدكم أيضا على إنجاز استحقاقنا الثالث بمشيئة الله وفقا للجدول الزمني لخارطة المستقبل. الإخوة المواطنون، أخاطبكم اليوم بعد أن أديت اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأنا كمان معاك والله، أخاطبكم اليوم بعد أن أديت اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية، أقسمت أن أحافظ على النظام الجمهوري الذي أسست له ثورة يوليو المجيدة إحقاقا للحق وإرساء للعدالة والمساواة وصيانة لكرامة المواطن المصري، وأن أحترم الدستور والقانون، دستورنا الجديد، دستور دولتنا المدنية وحكمنا المدني. دستور العمل والإرادة الذي يضم كافة أطياف مجتمعنا المصري، ينظم العلاقة بين السلطات ويصون الحقوق والحريات للجميع. أقسمت أيضا أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، كل الشعب، فإنني رئيس لكل المصريين، لا تفريق بين مواطن وآخر،
ولا إقصاء لأحد، فلكل مصري دوره الوطني، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي الوطن الذي تعرض لتهديد حقيقي كان سيطال وحدة شعبه وسلامة أرضه. ولكن ثورتنا الشعبية في 30 يونيو استعادت ثورة 25 يناير وصوبت المسار لتزود عن الوطن وتصون وحدته محافظة عليه بفضل من الله. الأخوة والأخوات أبناء الشعب المصري العظيم، لا أجد من الكلمات ما يعبر عن سعادتي بكم وصدق ظني فيكم. إن فرحتي الحقيقية اليوم هي بمدى وحدة وتماسك الشعب المصري بقدر وعيكم السياسي ونضجكم الديمقراطي. لقد ضربتم للعالم أجمع مثالا في التحضر وتحمل المسؤولية. برهنتم أن قدرتكم لم تتوقف عند حدود إسقاط أنظمة مستبدة أو فاشلة، وإنما ترجمتها عقولكم وأيديكم إلى إرادة ديمقراطية حقيقية تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع للمرة الثانية في أقل من 5 أشهر. في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من عمر أمتنا ومصيرها، أجد مشاعري مختلطة ما بين السعادة بثقتكم والتطلع لمواجهة التحديات وإثبات أن تلك الثقة كانت في محلها، الخوف من الله عز وجل والرجاء في رحمته ومعونته. أدعوه في كل صلاة متوكلا غير متواكل أن يوفقني ويعينني على أداء مهمتي على الوجه الذي يرضيه عني ويساهم في رفعة وطني وتحقيق آمال شعبه. صحيح انتم بتقولوا في ثقة احنا اديناها لك، وانا بقول يا رب اكون عند حسن الظن ده، عني على ذلك. إن العقد الاجتماعي بين الدولة ممثلة في رئيسها ومؤسساتها وبين الشعب لا يمكن أن يستقيم من طرف واحد، وإنما يتعين أن يكون التزاماً على الطرفين. فأنا إن لم أستجب لرغبتكم التي طلبتموني بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية لكي أقدم وعوداً براقة ثم تفاجؤون بعدها بواقع مخالف، سوف نعتمد الحقيقة والمصارحة منهجا لتطبيق عقدنا الاجتماعي. احنا اتفقنا نبقى واضحين وعلى تواصل مستمر ان شاء الله، وكما سنتقاسم الاطلاع على حقيقة الأوضاع ونتشارك في الجهد والعرب، سوف نجني معا ايضا ثمار جهدنا وتعاوننا استقرارا سياسيا واستدبابا أمنيا ونموا اقتصاديا ثريا ومتنوعا وعدالة اجتماعية وحقوقا وحريات مكفولة للجميع. أبناء مصر الكرام، إن ثورتين المجيدتين في 25 من يناير و 30 من يونيو قد مهدت الطريق لبداية عصر جديد في تاريخ الدولة المصرية، عصر يكرس للقوة وليس للعدوان، ولكن صيانة للسلام وليس للقمع، ولكن دفاعا عن دولة القانون والحق والعدل، يؤسس للقضاء على الإرهاب وبث الأمن في رباعي البلاد، ولكن مع صيانة الحقوق والحريات، يدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة والقطاع الخاص واستثمارات مباشرة، ولكن مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل. طبعا هيبقى في محافظة على حقوق الفقراء والغلابة والمساكين، ولا احنا هنعمل ايه يعني؟
لازم هنحافظ عليهم إن شاء الله. ولكن مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدود الدخل وتنمية المناطق المهمشة، يصون منظومتنا القيمية والأخلاقية، يعززها ويحميها، ولكن يكفل للفنون والآداب حرية الفكر والإبداع، يؤمن ويرحب بالانفتاح، ولكن يحافظ على الهوية المصرية وطبائعنا الثقافية. إن مصر الجديدة ستعمل من أجل المستقبل، متفاعلة مع متطلبات الحاضر ومستفيدة من تجارب الماضي. الإخوة المواطنون، إنني لست من دعاة اكترار الماضي بهدف التوقف عند لحظات صعبة مضت ولن تعود إن شاء الله، ولكنني من المؤمنين بضرورة الاعتبار من تجاربه للحيلولة دون تكرار السيء منها. وكما تعلمون فقد عاش وطننا فترة عصيبة قبل 30 من يونيو، استقطاب حاد كان ينذر بحرب أهلية، سوء استغلال للدين والتستر خلفه لارتكاب أفعال تجافي صحيحه، وتكون الشعوب والأوطان هي الخاسر الأكبر كما رأيتم. ويضاف إلى ذلك ظروف اقتصادية متردية، ديون داخلية وخارجية متراكمة، عجز ضخم في موازنة الدولة، وبطالة المستشفيات بين أوساط الشباب، سياحة متوقفة، ونقص حاد في موارد الدولة من العملات الصعبة، ونزيف في الاحتياطي النقدي، أزمة نقص حادة في موارد الطاقة، وتهديد لأمننا القومي يطال موردا أساسيا من موارد وجود الأمة المصرية، وواقع اجتماعي لا يقل كارثية عن نظريه السياسي والاقتصادي. استقطاب ديني حاد ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين، ولكن بين أبناء الدين الواحد دعاوى تكفير تطلق هنا وهناك. وبدلا من أن يلتفت نظام الحكم القائم آنذاك إلى ما يحق بالوطن من أخطار، كان يساهم فيما يحاك من مخططات تنال من وحدة شعبه وسلامته الإقليمية لتحقيق رؤى مشوهة ومفاهيم مغلوطة تتنافى مع مفهوم الوطن ومصالحه، فضلا عن تناقضها مع تعليم ديننا الحنيف. شعب مصر العظيم، لقد تعرفتم إلى رجل من رجال القوات المسلحة، وما عبرتم عنه من تقدير وثقة فيه بتكليفكم لي في هذا المنصب إنما يعود بالأساس لموقف تلك المؤسسة الوطنية، موقف تلك المؤسسة الوطنية العريقة من تطلعاتكم وآمالكم. إنما يعود بالأساس لموقف تلك المؤسسة الوطنية العريقة من تطلعاتكم وآمالكم، ففي اللحظة التي شرفت فيها بتولي رئاستها، وأسمحوا لي أن أشيد دونما تحيز بالدور الوطني لقواتنا المسلحة، مصنع الرجال ورمز الالتزام والانضباط، قلعة الوطنية المصرية على مر العصور. نؤمن جميعا أن الفضل لله، ولكنه سبحانه وتعالى خلق الأسباب، ولقد شاء القدر أن يكون لهذه المؤسسة الوطنية دور أساسي في انتصار إرادة الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. فلقد انحازت القوات المسلحة المصرية إلى إرادة الشعب، ونجحت بإخلاص ووطنية ووطنية رجالها في مواجهة ما دبر وخطط لضرب استقرار وأمن الوطن. فإذا تأملنا واقعنا الإقليمي سندرك تماما معنى أن يكون جيش الدولة وطنيا موحدا، لا يؤمن بعقيدة سوى الوطن، بعيدا عن أي انحيازات أو توجهات. وسيظل الجيش المصري من الشعب وللشعب، يؤمن بأن عطاءه ممتد حربا وسلاما،
وسيسجل التاريخ لقواتنا المسلحة دورها الوطن العظيم في الحفاظ على الوطن مصانا وعلى الشعب موحدا. إنني لم أسعى يوما وراء منصب سياسي، فلقد بدأت حياتي المهنية في مؤسسة القوات المسلحة، تعلمت فيها معنى الوطن وقيمته وتحمل المسؤولية، كما تعلمت أيضا أن حياتنا وأرواحنا هي فداء للوطن، وكما تعلمت في تلك المؤسسة أنه لا هروب من ميدان القتال، فلقد استخرت الله متوكلا عليه وحزمت أمري منحازا إلى إرادة الشعب، فأقدمت على إعلان بيان 3 يوليو الذي صاغته القوى الوطنية بمباركة الشعب لتبدأ مرحلة جديدة من عمر أمتنا، معركة يتعين أن نخوضها بشرف وكرامة. فنحن لسنا مدينين لأحد ولا ننتظر فضلا من أحد، فالدين لله والفضل من الله، وسنبني بإذن الله وطننا على أسس من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية تكفل لنا الحرية والعيش الكريم. واعلموا أنه إذا كانت مصر أثبتت مرة أخرى أنها عصية على الانكسار، فإن ذلك بفضل الله يعود إلى وحدة الدولة شعبا ومؤسسات. ولا أخفيكم سرا أنكم أنتم الذين منحتم الدولة المصرية وحكومتها بوحدتكم خلف ثورتينا وأهدافهما ما يلزم من ثقة وتأييد وتمكين لتكون بلادنا مستقلة القرار، رافضة لتدخل كائن من كان في شأننا الداخلي. الإخوة والأخوات، إنني أعي وأقدر تماما الإرث الثقيل من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي، غياب العدالة وتكافؤ الفرص التي عانى منها جميعا المواطن المصري لسنوات ممتدة. ولكنه ليس من الأمانة أو الواقعية أن أعد المواطن المصري البسيط بالتخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلدي مهام منصبي الرئاسي، لكني أشهد الله تعالى أنني لن أدخر جهدا لتخفيف معاناته ما استطعت، فلن أعارض مقترحا في صالحه، وسواجه باتخاذ ما يمكن من إجراءات للبدء في تحسين أوضاعه، ولن أتوانى يوما عن أن أضمد جراح أي مصري أو أن أساهم في تخفيف آلامه أو تبديد خوفه على أحد من أبنائي. وفي سبيل تحقيق ذلك سنعمل معا جميعا من أجل أن ينعم كل مواطن مصري بالسعادة والرفاهية في ظل مصر الجديدة تنعم بالاستقرار والرخاء. أبناء مصر، أتطلع إلى عصر جديد يقوم على التصالح والتسامح من أجل الوطن، تصالح مع الماضي وتسامح مع من اختلفوا من أجل الوطن وليس عليه، تصالح ما بين أبناء وطننا باستثناء من أجرموا في حقه أو اتخذوا من العنف منهجا. تصالح ما بين أبناء وطننا باستثناء من أجرموا في حقه أو اتخذوا من العنف منهجا. أتطلع إلى انضمام كافة أبناء الوطن، كل من يرون في مصر وطنا، لنبني سويا مستقبل لا إقصاء لمصر في مسيرتنا لتحقيق العيش والحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية. وأما من أراقوا دماء الأبرياء وقتلوا المخلصين من أبناء مصر فلا مكان لهم في تلك المسيرة، وأقولها واضحة جلية. وأما من أراقوا دماء الأبرياء وقتلوا المخلصين من أبناء مصر فلا مكان لهم في تلك المسيرة، وأقولها واضحة جلية،
لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ إلى العنف، لا تهاون ولا مهادنة لا تهاون ولا مهادنة لمن يريدون تعطيل مسيرتنا نحو المستقبل الذي نريده لأبنائنا، لا تهاون ولا مهادنة مع من يريدون دولة بلا هيبة. أعدكم بأن المستقبل القريب سيشهد استعادة الدولة المصرية لهيبتها على التوازي أعدكم بأن المستقبل القريب سيشهد استعادة الدولة المصرية لهيبتها على التوازي مع جهودنا جميعا أنتم وأنا لتحقيق الآمال والتطلعات. إن تحقيق التنمية الشاملة في مختلف صورها وشتى مناحيها يتطلب بيئة أمنية مواتية تطمئن رأس المال وتجذب السياح والاستثمار وتؤمن للمشروعات الصناعية مناخها المناسب. ومن ثم فإن دحر الإرهاب وتحقيق الأمن يعد على رأس أولويات مرحلتنا المقبلة، ولذا فإننا سنعمل على تطوير جهاز الشرطة ومضاعفة قدرته على تحقيق الأمن وإقرار النظام وإعادة الأمن والاطمئنان النفسي للمواطن المصري. إننا بحاجة إلى تحديث المنظومة الأمنية وقدرات العاملين بها وإعادة نشر الأمن والاستقرار في الشارع المصري وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب تحكمنا مبادئ سيادة القانون، صون الكرامة واحترام الحرية، ويتعين أن يتواكب مع ذلك اهتمام مكثف بالنواحي الوظيفية والإنسانية لرجال الشرطة البواسل وأسرهم، رعاية تتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والتي سيقدمونها من أجل سلامة هذا الوطن وأمن مواطنيه. كما أن المرحلة المقبلة تتطلب دورا وطنيا لرجال الأعمال الوطنيين الشرفاء والذين ستعمد الدولة على توفير المناخ اللازم لازدهار أعمالهم وتنمية استثماراتهم. فنحن مقبلين على مرحلة التنمية الصناعية والزراعية، فهذان القطاعان هم جناح التنمية الاقتصادية، ولا سيما في بلادنا التي توفر مقوماتها فرص جيدة لنجاحهما معا دون تعارض، بل يكمل كل منهما الآخر، وتنعكس تنمية كل قطاع منهما إيجابيا على الآخر. وتعين النهوض بقطاع الصناعة عصب الاقتصاد المصري والسبيل لخلق فرص العمل وتشغيل الشباب، ولا سيما من خلال تشجيع إقامة الصناعات كثيفة العمالة. كما سنعمل على إصلاح المنظومة التشريعية لتحفيز قطاع الصناعة وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية، ولن نغفل استثمار الثروة المعدنية والمحجرية لمصر، وسنعمل تدريجيا على وقف تصدير المواد الخام التي تتعين معالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب، إضافة إلى تدوير المخلفات واستخدامها لتوليد الطاقة الحيوية. وسنعمل من خلال محورين أساسيين، أحدهما يدشن للمشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج هائل من الكهرباء. أما المحور الآخر فيختص بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحقق انتشارا أفقيا في المناطق المحرومة وتوفر مدخلات وسيطة في مختلف مراحل العملية التصنيعية بما يوفر العملات الصعبة، وينهض بالمناطق المهمشة والأكثر فقرا. أما التنمية الزراعية فسيكون لها أيضا نصيب كبير من جهود التنمية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور، أهمها مشروع ممر التنمية وما سيوفره من أرض صالحة للزراعة، فضلا عن إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة واستحداث نظام الصوب الرأسية في الزراعة، مما سيضاعف من إنتاجية الفدان
ويوفر فرص عمل جديدة، فضلا عن الاعتماد على الأساليب العلمية للري ومعالجة المياه. وأعتزم أن يتواكب مع النهوض بهذا القطاع نهوض بأوضاع الفلاح المصري. وأعتزم أن يتواكب مع النهوض بهذا القطاع نهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته. طب اصبر شوية. والتصدي لمشكلاته وأهمها توفير الأسمدة، والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة وليكون أكثر عونا للفلاح المصري. كما أعتزم بإذن الله أن يكون النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة أحد المحاور الأساسية لرؤيتي لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة في مصر، والتي ستتضمن كافة القطاعات وفي القلب منها قطاع الصحة، حيث سيتم تخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح هذا القطاع الحيوي، ووضع هيكل عادل لأجور العاملين فيه، وإضافة مرافق طبية جديدة، والتركيز على توفير رعاية طبية متميزة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير قطاع التعليم، والذي يتعين أن يشمل كافة عناصر العملية التعليمية، الطالب والمعلم والمناهج والأبنية التعليمية بما تحتاج من معامل ومكتبات ومسارح وملاعب رياضية. ويتعين أن تشهد منظومة تطوير التعليم الارتقاء بالتعليم الفني ودعمه وربط التعليم باحتياجات سوق العمل. كما سيكون لقطاع المحليات نصيب موفور من الاهتمام، حيث سيتم العمل على إنشاء محافظات جديدة وتوسيع البعض الآخر وربط المحافظات بحدودها الجديدة بشبكة طرق داخلية، فضلا عن إنشاء شبكة طرق دولية. كما سيتم إنشاء عدة مطارات وموانئ ومناطق حرة وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة. الإخوة والأخوات، إنني أود في هذا الصدد أن أشير إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة أو تحقق نهوضا شاملا بالوطن دون أن تتواكب معها تنمية اجتماعية. فعلينا أن نعمل لكي تصل ثمار تنميتنا الاقتصادية إلى جميع أبناء الشعب، وفي مقدمتهم البسطاء ومن هم أكثر عوزا واحتياجا. يجب أن نعمل على تحقيق طفرة حقيقية فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين، إلا أن الدولة لن تنجح في ذلك بطبيعة الحال إلا إذا زاد عملنا وإنتاجنا. ويتعين أن يتواكب مع التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تنمية ثقافية بتساهم في إحداثها ونشرها مبدعو ومثقفو وإعلاميو وفنانو مصر، فإن عليهم دورا أساسيا، دورا يخاطب عقول الناس وأرواحهم، يصحح الفكر الخاطئ ويرتقي بإحساسهم، يحفزهم على مزيد من العمل والإنتاج، ويصوب الذوق العام للشعب المصري، يعيد للآداب والفنون، يعيد للآداب والفنون المصرية رونقها وينمي إسهامها في التوثيق لهذه الحقبة من تاريخ أمتنا. وعلى قدر ما استحسنت الإسهام الفني لتحفيز مشاعر المصريين الوطنية وتشجيعهم على المشاركة السياسية، بقدر ما استشعرت غيابا لعمل وطني ملحمي يؤرخ لثورتين المجيدتين ويعد بمثابة أيقونة فنية مصرية تطوف العالم وتخلد ذكرى شهدائنا، وذلك على غرار الأعمال الفنية الكبرى ذات الطابع العالمي. أما تجديد الخطاب الديني فإن أهميته التي تنطوي على تعزيز الجانب القيمي والأخلاقي تشمل أيضا الحفاظ على الصورة الحقيقية المعتدلة لديننا الإسلام الحنيف وتشكيل عقول ووجدان المسلمين سفراء هذا الدين الذين يقدمونه للعالم. وإذا كان الإمام المستنير محمد عبده قد قال بعد رحلة أوروبية
رأيت في أوروبا إسلاما بدون مسلمين، ورأيت في بلادي مسلمين بلا إسلام. على الرغم من أن الحالة الأخلاقية العامة آنذاك كانت أفضل كثيرا مما نحن عليه الآن، فما عسانا أن نقول في توصيف ما يحدث في مجتمعنا هذه الأيام: مخطئ من حصر دور الدين في الحياة على الطقوس والعبادات دون المعاملات، فالدين المعاملة، وكما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أين انعكاس العبادات في معاملاتنا في حياتنا اليومية؟ العمل العبادة، احترام الكبير والرحمة بالصغير، التزام السلوك المتحضر في الشارع المصري، أداء الأمانات والحقوق، هل هذه هي مصر التي نرغبها، التي قمنا بثورتين من أجل مستقبل شعبها؟ أوجه دعوة خالصة من القلب لكل أسرة مصرية، ولكل مدرسة، لكل مسجد، ولكل كنيسة: بثوا الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة والمثل العليا في القلوب، واغرسوها في العقول، اتخذوا منها أساسا لتربية النشأ وتهذيب النفوس. فإنما الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولا يمكن الحديث عن تجديد الخطاب الديني دون التطرق إلى دور الأزهر الشريف، منارة علوم الدين والتنوير ذات الألف عام، التي نشرت الإسلام وبث التعاليم الصحيحة في ربوع كافة الدول الإسلامية بما فيها الدول غير العربية في آسيا وأفريقيا. إننا بحاجة ماسة إلى استقاء العلم من أهل وزويه، وليس من كل مدع أراد اكتساب سلطة من خلال التستر وراء الدين. أقول لكم: مصر غنية بعلمائها وفقائها، ابتعدوا بأنفسكم وارتقوا عن تأخذوا العلم من غير أهله، ممن يتجرؤون على الإفتاء وهم لا يفقهون في صحيح الدين شيئا. إنني أتطلع إلى أن يواصل الأزهر الشريف دوره لتجديد وتصحيح الخطاب الديني، وأن يستمر في جهوده لنشر صورة الإسلام الحقيقية المعتدلة السمحة بعدما طال ديننا الحنيف من تشويه. ولا يمكن أن نغفل أيضا دور الكنيسة المصرية العريقة التي قامت بدور فعال، ولا يمكن أن نغفل أبدا دور الكنيسة المصرية العريقة التي قامت بدور فعال في نقل صورة حقيقية للنسيج الوطني الواحد في مواجهة الذين يروجون بنوايا خبيثة للفتن والانقسام بين أبناء هذه الأمة. لذلك فإن الدور الوطني الذي أداه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية من انحياز لإرادة الشعب لابد أن يكون موصولاً بمشاركة إيجابية وتفعيل كامل لدور هاتين المؤسستين في بناء الوطن وتقدمه. إن تنفيذ هذه الرؤية التنموية الشاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب دوراً أساسياً لمؤسسات الدولة المصرية، فيا عصب إدارتها، عقلها المفكر وساعدها المنفذ، ويتعين أن تعمل معا بتنسيق تام وفكر منظم وتخطيط مستقبلي لا ترتبط بأفراد، وإنما تعمل وفقا لإدراك واضح لمعنى ومفهوم. دولة المؤسسات التي تنتقل من عهد إلى آخر تبني على ما تم إنجازه، تطور ذاتها دوريا وتلم بمقتضيات الحاضر ومتطلبات المستقبل. إن تلك المؤسسات يتعين عليها أن تدرك ما هي أدوارها التي أنشئت من أجلها، فتلتزم كل مؤسسة بدورها الوطني ولا تعيد عنه أو تسيء استخدامه. لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها. أكررها كمان مرة: لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها بكل ما يعنيه ذلك من أثر وانعكاساتها الدامة على الاثنين معا. يا ترى واضحة ولا مش واضحة؟ يعني
مش هيبقى في قيادة تاني، مفيش، هي قيادة واحدة بس، قيادة مصر قيادة واحدة بس. إنني أدعو القائمين على مؤسسات الدولة المصرية إلى تطويرها وإصلاحها، ولتكن محاربة الفساد شعارها وشعارنا للمرحلة المقبلة، وأؤكد أن مواجهة الفساد ستكون مواجهة شاملة ضد الفساد بكافة أشكاله. لن أقول أنه لن يكون هناك تهاون مع الفاسدين، وإنما لن تكون هناك رحمة مع أي ممن تثبت تورطهم في أي قضايا فساد أيا كان حجمها. إن مرحلتنا المقبلة تتطلب كل جهد مخلص صادق يضع الحفاظ على المال العام نصب عينيه، فلنتقي الله جميعا في مال هذا الوطن والشعب. الأخوة المواطنون يقودون الحديث عن الإصلاح والتطوير إلى الحديث أيضا عن التصويب والتصحيح، تصويب وتصحيح المفاهيم وفي مقدمتها مفهوم المواطنة، المبدأ الحاكم لحياتنا على أرض هذا الوطن، فلا فرق بين مواطن وآخر في الحقوق والواجبات لأي سبب ولا حتى قناعاته السياسية ما دامت في إطارها السلمي. إن تطبيق مفهوم المواطنة بمعناه السليم سيحقق العدل والمساواة بين أبناء هذا الوطن، وسيكون التميز الكفاءة والإجادة هي المعايير الحاكمة للحصول على الفرص المناسبة لنعطي كل ذي حق حقه وفرصته المناسبة لخدمة الوطن، ذلك إذا أردنا أن نبني وطنا آمنا مستقرا، وطنا عادلا يربى فيه نفوس أبنائه قيمة العلم والعمل، الولاء والانتماء، ويؤسس لديمقراطيتنا التي لا تقتصر على حرية ممارسة الحقوق السياسية أو الحريات المدنية، وإنما تمتد لتشمل تكافؤ الفرص ورفع الظلم والعدالة في توزيع الدخول، ولا تتوقف عند حدود نتائج صناديق الاقتراع. وفي سياق تصويب المفاهيم أود أن أتطرق إلى مفهوم الحرية. ما هي الحرية؟ إن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع، ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين، لها إطارها المنظم بكل ما يحويه من قوانين وقواعد دينية ووضعية وأخلاقية، تتسم بالنقد ولكن بموضوعية دون تجريح، بالصراحة وحرية التعبير ولكن دون ابتذال. أما دون ذلك فهي أي شيء آخر إلا أن تكون حرية، إنما هي فوضى وحق يراد به باطل. الأخوة والأخوات، إن دوركم في مرحلة البناء المقبلة لا يقل أهمية عن دور مؤسسات الدولة، فنحن جميعا مطالبون بأن نعلي قيمة الإيثار وإنكار الذات، فلا صوت سيعلو فوق صوت مصلحة الوطن، ويتعين أن تتضافر جهودنا جميعا. فالمرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عيدناها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة، حتى وإن لم تكن امرأة عاملة. ولمن يقللون من دور المرأة غير العاملة أقول: أنتم لم تدركوا شيئا لا من حكمة الخالق ولا من دور المرأة في حياتنا، فهي سر وجود المجتمع واستمراره ميلادا ونشأة وحياة. ولقد برهنت المرأة المصرية على وعيها السياسي ودورها الأساسي في المجتمع، واستلهمت روح مشاركتها الفعلة في ثورة 1919، فشاركت في ثورتين العظيمتين ثم نزلت بكثافة سواء في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات الرئاسية. ممكن ندي تحية للمرأة المصرية ولا لا؟ بصراحة يعني. تحية تقدير وإعجاب بدورها وثقتي كاملة في أنها ستواصل عطائها وتصون دورها أما وأختا وزوجة وابنة، وستبذل جهودها مواطنة فاعلة في مرحلة البناء المقبلة. وأنني أعدها بأنني عرفانا بدورها الفاعل في المجتمع
وانشغالها بهمومي، وتقديرا لدورها النشط أيضا في استحقاقاتنا الوطنية الأخيرة، سأبذل كل ما في وسعي لتحصل على نصيب عادل من التمثيل في مجلسنا النيابي المقبل وفي المناصب التنفيذية المختلفة. ولشباب مصر وشاباتها أمل المستقبل وحاملي مشاعر العلم والتنوير، فأقول لهم: هذا الوطن لكم وبكم، أنتم من سيعمره وسيبنيه وسينهض بشتى مناحيه، اعملوا وساهموا بفاعلية، دوركم مقدر وجهدكم محمود ولكنه لم يكتمل بعد، فأنتم أشعلتم جذوة الثورة وأكملتم مسيرتها بالتعاون مع كافة فئات الشعب، ولكن الوطن لا يزال في حاجة ماسة إلى عملكم وإخلاصكم لروحكم الممتلئة بالأمل والحياة، روح الاستمرار والتجديد. أنتم مقبلون على مرحلة البناء والتمكين، ساهموا عبر القنوات الشرعية في إثراء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لوطنكم، وإنني من موقعي هذا أقول: يا شباب مصر، أنتم الأمل وأنتم المستقبل، وأنتم من ستبني مصر الجديدة بسواعدهم وعقولهم، مصر الجديدة بدستورها الجديد وبه من حقوق وواجبات، حريات ومسؤوليات. وأما أنا فسأسعى بعونكم ومساندتكم لتحقيق غد أفضل لكم ولأبنائكم، رئيسا لمصر ولكل المصريين، شبابا وشيوخا، نساء ورجالا. وإلى بسطاء هذا الوطن وهم كثيرون أقول: تحملتم الكثير لعقود مضت، وبدلا من تحقيق أحلامكم في العيش الكريم تضاعفت معاناتكم خلال السنوات الأخيرة التي مرت ثقيلة صعبة، واصطدمت أحلامكم بمعوقات كثيرة حالت دون تحقيقها. أعدكم جميعا أنني سأبذل كل ما في وسعي ولن أدخر جهدا، سأعمل لساعات طويلة من أجلكم دون كلل أو ملل، وكل ثقة في أنكم ستعملون مثلي وأكثر. وأعدكم وأعد كل المصريين أننا سنجني الثمار خلال هذه الفترة الرئاسية، وبأن الدولة ومؤسساتها ستحرص على تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة ما دمتم وراءها بعقولكم وسواعدكم. نعم، بمشيئة الله تعالى أعد البسطاء ومحدود الدخل من المصريين بحياة أفضل خلال السنوات الأربع القادمة إن شاء الله. أبناء الشعب المصري الكريم، لقد تمكنا بفضل الله الكريم، واستطعنا بتعاون جاد ووطنية خالصة أن ننجز الاستحقاقين الأول والثاني من خارطة المستقبل على الوجه الأكمل، وسنعمل بذات الروح الوطنية لاستكمالها وإتمام الاستحقاق الرئيس الثالث، الانتخابات البرلمانية. فاعلموا أن أصواتكم أمانة، وأن اختياركم لنواب الشعب سيترتب عليه الكثير. إننا بحاجة ماسة إلى مجلس نواب جديد يساهم إسهاما جوهريا في إحالة نصوص دستورنا الجديد إلى قوانين ملزمة تترجم ما فيه من حقوق وحريات إلى معان وواقع إنساني نمارسه عملا لا قولا. وخذوا دائما في اعتباركم أن هذا المجلس تختلف صلاحياته بموجب الدستور الجديد عما سبقه من مجالس، فهي حقيقية موسعة، لذا فإن أصواتكم شهادة فلا تكتموها، اعطوها لمن يستحق. دققوا وأحسنوا الاختيار، اختيار من يمثلكم، من يرعى مصالحكم وينقل أصواتكم بأمانة ويتخذ من النزاهة والحيدة دستور عمل وحياة، من يكون لكم عونا ولآمالكم محققا ولوطنكم حافظا أمينا. أبناء مصر، إن مزايا الأوطان كما تكون نعيما لأهلها فإنها تفرض عليهم أيضا أن يبذلوا جهودا مضاعفة
لصيانتها وتنميتها والزود عنها. مصر الكنانة مهد الحضارة، حباها الله بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، فأضحت جغرافيتها تاريخا يتحرك، وتاريخها جغرافيا ساكنة. مصر الفرعونية ميلادا وحضارة، العربية لغة وثقافة، الأفريقية جذورا ووجودا، المتوسطية طابعا وروحا، مزيج فريد قلما يتكرر بين بلاد الدنيا، ويفرض علينا جميعا أن نرتقي إلى حجم المهمة وقدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على دور هذا الوطن الرائد في مختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية، والذي لن يتأتى دون العمل والبناء في الداخل. فمصر الداخل هي التي تمتلك محددات وقدرات دورنا الخارجي، وهي التي ستوجه دفة سياستنا الخارجية، وهي التي ستحدد موقعنا على الصعيد الدولي. فكلما كانت جبهتنا الداخلية قوية وموحدة، اقتصادنا قوي، كلما كان قرارنا مستقلا وصوتنا مسموعا وإرادتنا حرة. إن مصر العربية يتعين أن تستعيد مكانها ومكانتها التقليدية شقيقة كبرى، تدرك تماما أن الأمن القومي العربي خط أحمر. أما أمن منطقة الخليج العربي فهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ما احنا قلنا مسافة السكة بقى، مش مسافة السكة برضو ولا ايه؟ اننا بحاجة الى مراجعات شاملة لكافة اوجه واليات العمل، اليات العمل العربي المشترك، لا لنجتمع ونتحدث، ولكن لكي نتخذ القرارات الكفيلة بتحقيق امننا العربي المهدد في العديد من دوائره. وستظل القضية الفلسطينية قضية العرب الاولى، وملفا اساسيا من ملفات السياسة الخارجية المصرية. فمصر تعلي مصالح الشعوب العربية على صغائر جماعات ضيقة. مصر التي أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ستواصل مسيرتها ودعمها حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، ويحقق حلمه وحلمنا جميعا دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. أما مصر الأفريقية رائدة تحرر واستقلال القارة السمراء، فأنني أقول لمن يحاول فصلها عن واقعها الأفريقي: لن تستطيع فصل الروح عن الجسد في مصر أفريقية الوجود والحياة. وأقول لأبناء الشعب المصري العظيم الذي قامت حضارته العريقة على ضفاف نهر النيل الخالد، لن أسمح لموضوع سد النهضة أن يكون سبباً لخلق أزمة أو مشكلة. أو أن يكون عائقاً أمام تطوير العلاقات المصرية سواء مع أفريقيا أو مع أثيوبيا الشقيقة. فإن كان السد يمثل لأثيوبيا حقها في التنمية، فالنيل يمثل لنا حقنا في الحياة. النيل الذي ظل رمزا لحياة المصريين منذ آلاف السنين، وإلى جانب استمراره كشريان حياة المصريين، علينا أن نعمل ليصبح واحة للتنمية والتعاون فيما بين دول حوضه. وكما شهدت علاقات مصر الأفريقية تطورا تاريخيا، بدءا من مساندة حركات التحرر والاستقلال، ومرورا بدعم أشقائنا الأفارقة من خلال التعاون الفني لبناء الكوادر الأفريقية في شتى المجالات، فإن تلك العلاقات يتعين أن تتطور لتحقيق الشراكة في التنمية في شتى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية. فمصر بوابة العالم إلى أفريقيا، ونافذة أفريقيا على العالم. أما علاقاتنا الدولية في المرحلة المقبلة فستكون علاقات ديمقراطية متوازنة ومتنوعة لا بديل فيها لطرف عن آخر. فمصر تستطيع الآن أن ترى كافة جهات العالم. مصر الجديدة ستكون منفتحة على الجميع، لن تنحصر في اتجاه ولن نكتفي بتوجه. إننا نتطلع لتفعيل وتنمية علاقاتنا بكل من أيد أو سيؤيد إرادة الشعب المصري،
ونتعاهد معهم على إحياء تعاوننا البناء في شتى المجالات. ذلك التعاون الذي لم يقتصر الاعتزاز به على الدوائر الرسمية، وإنما امتد ليستقر في وجدان شعوبنا ويرتبط في أذهانها بمشروعات وطنية عملاقة وقاعدة للصناعات الثقيلة. فمصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، لقد مضى عهد التبعية في تلك العلاقات. لقد مضى عهد التبعية في تلك العلاقات التي ستحدد من الآن فصاعدا طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري. إن مصر نقطة التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط، ممر عبور تجارة العالم الدولية، مركز الإشاعة الديني في العالم الإسلامي بأزارها الشريف وعلمائه الأجلاء. ستعتمد الندية والالتزام، الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كمبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة. وأخيرا، فكما تعلمون اختارت مصر بمحض إرادتها ومن موقع القوة والانتصار أن تكون دولة سلام، فإنني أجدد بهذه المناسبة التزامنا بتعهداتنا الدولية واتفاقياتنا التعاقدية التاريخية منها أو الحديثة والمعاصرة، وما سيكون من تعديل فيها إن استدعى الأمر، فسيتم بالتشاور والتوافق بين الأطراف المتعاقدة وبما يحقق المصالح المشتركة. الأخوة المواطنون، أوجه تحية إجلال وإكبار لأرواح كل شهدائنا، شهداء ثورتينا وشهداء قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة. إنني أقدر تضحياتهم من أجل الوطن وأعي تماما حجم المعاناة والألم النفسي الذي يعانيه ذويهم. إن أرواحهم التي تنعم في الفردوس الأعلى ستظل تطالبنا بحب هذا الوطن، بالتضحية من أجله وبالعمل سويا لصياغة مستقبله. وأقول لأرواحهم الطاهرة، لقد دفعتم معنا ليس فقط عن مصر، ولكن عن المنطقة بأسرها، وليس فقط عن هويتنا، ولكن أيضا عن ديننا الإسلامي الحنيف بحقيقته واعتداله. فقدروا تضحيات شهدائنا وترفقوا بالوطن أو أي صراعات جانبية تستهدف مصالح ضيقة. وحدوا الكلمة والصف ولا تفرقوا، وكفى وطننا ما ينوء بحمله من مشكلات وأعباء. إن لم ننتبه إليها ونعالجها سريعا، قد يحدث ما لا يحمد عقبا. أقول لكم، أعينوني بقوة نبني وطننا الذي نحلم به، نستظل فيه بظلال الحق والعدل والعيش الكريم، ونتنسم فيه رياح الحرية والالتزام، ونلمس فيه المساواة وتكافؤ الفرص وجودا حقيقيا ودستور حياة. واعلموا دوما أن سفينة الوطن واحدة، فإن نجت نجونا جميعا. أبناء مصر، إن كل تفاؤل بمستقبل هذا الوطن، ولكن الله الذي أمر أن نتفاءل بالخير نجده دعانا إلى العلم والعمل، إلى الوحدة والتضامن، إلى التوكل وليس التواكل. فالملك لا يبنى على جهل وإقلال، ومناهج التخوين لا تفضي إلا إلى الفشل. إني أدعوكم جميعا لأن نثبت لكل من أراد أن يفرقنا أو يكسر وحدتنا أنه قد أساء الفهم وأخطأ قراءة التاريخ. فنحن نبض قلب واحد، ووحدتنا لا تقبل التبديل. لندعو الله العلي القدير معا أن يوفقنا لما فيه خير بلدنا، ونبتهل إليه أن يديم علينا رحمته ومحبته، وأن يحفظ مصر وشعبها لتظل دائما بلد الأمن والأمان والاستقرار، مصداقا لقوله الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. تحيا مصر آمنة مستقرة، تحيا مصر أبية كريمة، تحيا مصر بحفظ الله وعنايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.